تعالوا نبدأ فيديو النهاردة بسؤال مختلف شوية. هو أنا لما بكون في علاقة مع حد قدامي بكون معاه كله ولا مع جزء منه؟ ولا مع الجزء الطيب بس اللي بحبه؟ وباقي أجزاء نفسه وتفاصيل شخصيته مش قابلها؟ أو بعمل علاقة مع الجزء السيء بس، الجزء الوحش، الجزء المظلم، ومغمض عيني عن باقي الأجزاء؟ ولا شايفه كله على بعضه زي ما هو، وقابله زي ما هو بكل ما فيه؟ انت اصلا بتعمل علاقة مع قد ايه من الشخص اللي معاك؟ بتعمل علاقة مع كام في المية منه؟ قابل كل اجزاء وتفاصيله ولا مقسمه زي التورتة تاخد منه حتة وتسيب الباقي؟ هو بشكل عام في نوعين من العلاقات، سواء كانت مع الاشخاص او مع الاشياء او مع اي حاجة. النوع الاول هو انك تعمل علاقة مع جزء واحد بس من الشخص او شوية اجزاء، وملكش اي دعوة بالاجزاء التانية، ودي بتكون اسمها علاقة جزيئية. النوع التاني انك تعمل علاقة مع الشخص مع كل اجزائه وتفاصيله، وبتكون مجموعة كله على بعضه، ودي اسمها علاقة كلية. وطبعا ده بينطبق على اي حد واي حاجة. قلتلي ازاي؟ هقولك ازاي. لما تكون شايف اللي بتحبها على انها ملاك ونازلة من السما وما فيهاش غلطة، وإنها أميرة الأميرات، ومش شايف أو مش عايز تشوف حاجة غير كده، ومش عايز تشوف إنها بتغلط وبتأثر، وإن جمالها نسبي، وإن كلامها مش كله عسل وبس، إنه ساعات بيبقى علقم ومر، وحركاتها وتصرفاتها مش كلها إبهار وسحر، وإنها ساعات بتكون مندفعة وساعات كمان بتكون محتارة، أنت كده عامل معاها علاقة جزئية مع الجزء ده بس. عكس بالعكس، يعني لما تكون شايف من حد في دايرة علاقاتك مش شايف منه غير انه اناني وطماع وقاسي ومهمل و و و، مش عاوز تشوف الجزء الكويس اللي فيه، مش عاوز تشوف كمان انه ممكن يكون ضعيف متلخبط مليان غضب ووجع واحتياج، يبقى انت برضو عامل معاه علاقة جزئية. الكلام ده بينطبق مع اي علاقة مع اي حد في كل حاجة، وانت وشطارتك بقى، وكل واحد وقدرته على تحمل المتناقضات وقبول الاختلاف. نجيب من الأول بقى، من زمان، من زمان جدا، في طريقتين للعلاقات الإنسانية بنتعلمهم في حياتنا من خلال نمونا النفسي، بداية من أشهر عمرنا الأولى، طريقة سهلة وطريقة صعبة شوية. الطفل في أول كام شهر من حياته بيحاول يفهم الدنيا من حواليه ويفهم الناس ويحس بيهم، ويحاول يحط أبجديات لعلاقته بالحياة، ويستوعب الخبرات والمناقشات اليومية اللي بيمر بيها واللي بتكون جديدة عليه تماما. وعشان يعمل ده فلازم يلجأ لطريقة سهلة وبسيطة، وهي انه يتعامل مع الاشخاص او الاشياء والخبرات اللي حواليه طريق علاقة جزئية بدائية، وهو انه يشوف جزء واحد منهم فقط، ملوش دعوة بالباقي. يعني ده كويس ولا ده وحش، ولا ده صح ولا ده غلط، ولا ده يمين ولا ده شمال، بس وخلاص. لدرجة انه بيستقبل امه في الوقت ده على انها كائنين مختلفين تماما عن بعض، واحد كويس وواحد وحش، ام كويسة وام وحشة. وقت ما تحضنه لغاية ما يكون قادر ينام فهي دي الام الكويسة الموجودة المتاحة اللي بتشبعه وبتديه الحضن والاحتياج دايما. وقت ما تسيبه وتهمله وتبعد عنه شوية تبقى دي الام الوحشة البعيدة اللي مش بتحس بجوعه واحتياجه وبتهمله. الطريقة دي بتساعده كتير جدا في استيعاب الأشخاص، فهم الخبرات، والاندماج في العالم اللي حواليه خلال أول 6 شهور من عمره. خلال كام؟ أول 6 شهور من عمره. بعد كده بيبدأ عقل الطفل إنه يكبر ويتسع، ونمط علاقاته بتتغير. يعني يبدأ يكتشف إن كتير جدا من علاقاته دي كانت متناقضة، وبعض الأجزاء كمان متناقضة، بعضها عكس بعض، وكتير منها مختلف. وهنا بيتحول نمط علاقاته مع الناس والحياة لعلاقة كلية، يشوف فيها اللي قدامه كله على بعضه، يقبل الاختلاف، يستوعب التناقض، يستحمل اللخبطة والحيرة. وده بيحصل في 6 شهور التانيين من عمر الطفل، طبعا بفرض ان النمو الصحي ماشي سليم وفطري بدون اي مشاكل او اي عقد. طبعا لو الطفل ما ادركش الرؤية دي في الوقت ده، ما استحملش اللخبطة وما قدرش على الألم ده، يفضل نمط العلاقات واحد، علاقات جزئية ناقصة، سواء كانت مع نفسه أو مع غيره، وفي حياته ومع بلده ومع دينه مع العالم كله. ولك أن تتخيل بقى.
حلو الكلام. صاحب العلاقات الجزئية دي بيكون عايش نص حياة، نصها التاني موت، وصاحب العلاقة الكلية بيستمتع بكل لحظة من حياته، بيستمتع بحالة كاملة من الحياة، يسمح لنفسه إنه يعيش ويسمح لغيره إنه يعيش برضه، يسمح لنفسه إنه يجرب ويغلط ويتعلم ويتغير ويسامح، يسمح لغيره إنه يجرب ويغلط ويتعلم ويتغير برضه. الأول كتير بيحكم، كتير بيقدس، ومش بيشوف غير اللي في دماغه، ومش بيسمع غير اللي عاوز يسمعه، ده لو شاف وسمع أصلا. التاني بيشوف ويسمع ويسمح وما يتخضش ويتقبل. الأول مش بيدي فرص لا لنفسه ولا لغيره، هي كده ومفيش غير كده. التاني كل يوم بالنسبة له فرصة جديدة، وكل حد جديد بالنسبة له اختبار جديد لجوهره وحقيقته. الأول الدين بالنسبة له هو ما وجبنا عليه آبائنا، التاني بالنسبة له ادعي إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة.